حين بدأ الرئيس الروسي حربه على أوكرانيا كان الهدف الرئيس وفق الكرملين مواجهة توسع الناتو حلف شمال الأطلسي، لكن السحر انقلب على الساحر. أعلنت فنلندا صراحة رغبتها في الانضمام للحلف المؤسس عام 49 من القرن الماضي، والتي تجمعها حدود مع روسيا بطول 1340 كيلومترا، ومن المتوقع أن تتخذ جارتها السويد قرارا مماثلا قريبا. هذه الحدود التي تحدثنا عنها للتو وقلنا نقلا عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي إن موسكو سوف تعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا حال انضمت للناتو. We have reached today an important decision in good cooperation between the government and the president of the republic. We hope that the parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. It will be based on a strong mandate. With the president of the republic, we have been in close contact with governments of NATO member states and NATO itself. I wish to thank the support we have received so far. In Finland, we still have the parliamentary process ahead of us, but I trust that the parliament will debate this historic decision with determination and responsibility. عظيم جدا. لو نظرنا الآن إلى هذه الخريطة التي ستظهر أمامكم، سنرى أن الناتو بانضمام فنلندا والسويد سيحكم طوقه الخانق على حدود روسيا الغربية بالكامل. بالطبع لو استثنينا أوكرانيا التي تدور على أرضها حرب، حرب بوتين الطاحنة هناك. بيلاروسيا الحليف الصغير لموسكو هناك أيضا. الناتو يتوسع ويرحب بذلك، وبوتين يرى عكس ما خطط له هناك.